إلى غزة، حيث استهدفت غارات جوية إسرائيلية مشروع بيت لاهيا وشرق مدينة دير البلح شمال ووسط القطاع. بالتوازي مع ذلك، قال إعلام فلسطيني أن الجيش الإسرائيلي نسف مباني سكنية شمال مخيم الصيرات، ما أدى إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى، معظمهم من النساء والأطفال. وصف رؤساء الوكالات الإنسانية الكبرى التابعة للأمم المتحدة الوضع في شمال غزة بالمروع، محذرين من أن جميع سكانه يواجهون خطر الموت الوشيك جراء المرض والمجاعة والعنف. أضافوا أن المنطقة تحت الحصار منذ نحو شهر، وهي محرومة من المساعدات الأساسية والإمدادات المنقذة للحياة. هذا وقالت منظمة الصحة العالمية أنها ستبدأ اليوم بالتعاون مع اليونيسف المرحلة الثالثة من حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال في جزء من شمال القطاع، قائلة أنها تهدف لتطعيم 119,000 طفل خلال جميع المراحل. إذن ينضم إلينا عبر الهاتف مراسلنا من قطاع غزة محمد بعلوشة. محمد، إذن تطلعنا على جديد التصعيد والقصف حتى الآن، أين يتركز؟ وتيرة متصاعدة لينا في شمال قطاع غزة نتيجة الاستهدافات الكبيرة والمتعددة في منطقة بيت لاهيا ومنطقة جباليا، ولربما تصارع هذه الأحداث يأتي على خلفية دفع الجيش الإسرائيلي بلواء جديد إلى مناطق شمال قطاع غزة، لواء كفير ينضم إلى لواءي جبعاتي ولواء 401 اللذان يعملان في مناطق شمال قطاع غزة منذ أن بدأت هذه الحملة العسكرية الإسرائيلية. جاء ذلك على خلفية أيضا عدة اشتباكات جرت في منطقة غرب جباليا، تحدثت كتائب القسام عن تفجيرها منزل مفخخ واستهداف جرافتين من نوع D9 في منطقة الشهداء الستة إلى الغرب من مخيم جباليا، وهذا ما أوقع هذه القوة بين قتيل وجريح. وتحدثت أن وسائل الإعلام الإسرائيلية أعلنت عن مقتل ضابط وثلاثة جنود نتيجة هذا الحدث، وبعد ذلك شهدنا استهدافات بشكل كبير جدا سواء من طائرات الأباتشي أيضا من قبل طائرات الكواد كابتر وأيضا المدفعية الإسرائيلية والبحرية، التي جميع المكونات شاركت في هذه الهدمة في مناطق شمال قطاع غزة. أبرز الاستهدافات فيما يتعلق بالضحايا كان في منطقة بيت لاهيا، قتل على إثر استهداف مدفعي 10 مواطنين، بالإضافة لعدد من الجرحى. أيضا في منطقة تل الذهب في منطقة بيت لاهيا استهداف مدفعي أدى إلى مقتل 6 فلسطينيين. سبق ذلك منذ ساعات الفجر استهداف عدة منازل في مناطق بيت لاهيا وجباليا أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 20 مواطنا، هذا فيما يتعلق في المناطق الشمالية. في مناطق النصيرات لربما الاستهداف الأبرز كان عدة منازل مساء أمس، اليوم تم العثور على جثامين عدة ضحايا ليرتفع عدد الضحايا منذ مساء أمس إلى اليوم إلى 43 ضحية، بالإضافة إلى أعداد كثيرة من المصابين وفق ما ورد من مصادر طبية، بالإضافة لاستمرار التوغل محدود من قبل الجيش الإسرائيلي في مناطق شمال النصيرات بالإضافة لشمال البريج. الحدث الأبرز كان في مدينة غزة استهداف بالقرب من سيارة إسعاف في منطقة أبو اسكندر في حي الشيخ رضوان أدى إلى خروج هذه السيارة عن الخدمة وإصابة من فيها من مسيفين وأيضا مصابين لنا. محمد، بالنسبة للوضع الصحي والإنساني والحديث أيضا عن استكمال حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في شمال القطاع. بالفعل بدأت الحملة اليوم منذ ساعات الصباح، ولكن في مدينة غزة وليس في شمال قطاع غزة. شمال قطاع غزة يأتي وفق التوصيف الإسرائيلي عندما نتحدث أو كما تحدثت المنظمات الصحية، قالت أنه في شمال قطاع غزة، أي المقصود هنا وفق ما يوصفه الجيش الإسرائيلي بشمال القطاع وجنوب القطاع. مدينة غزة فقط هي من بدأت بهذه الحملة الثانية لتطعيم ضد شلل الأطفال. من المفترض استهداف ما يقرب من 110,000 طفل دون سن العاشرة في مناطق غزة، ولكن شمال قطاع غزة حتى الآن لا معلومات ولا أيضا تفاصيل حول إمكانية بدء هذه الحملة من الأساس، خاصة أن الجيش الإسرائيلي يمنع إدخال أي شيء إلى المناطق الشمالية سواء مستلزمات صحية
سواء مستلزمات دوائية أو من المستلزمات الغذائية للمحاصرين في شمال قطاع غزة. اليوم ما يقرب من 30 مركزا فتحوا أبوابهم منذ ساعات الصباح لاستقبال هؤلاء الأطفال، ولكن لربما الأحداث الأمنية والاستهدافات الإسرائيلية تعوق من إمكانية استمرار هذه الحملة في مناطق مدينة غزة، خاصة في المناطق الشرقية حيث الاستهدافات المدفعية التي تتواصل وتتفاوت من ساعة إلى أخرى. لينا شكرا لك محمد بعلوشة، كنت معنا من قطاع غزة.